Quoi de neuf santé? Tout de suite, quoi de neuf santé? التحفيز الكهربائي للدماغ يحقق نتائج جيدة في علاج الأمراض العقلية والنفسية. طرح جديد في علاج الأمراض العقلية والنفسية يفرض نفسه في الأوساط الطبية، وين تكمن فكرته في استخدام التحفيز الكهربائي للدماغ في العلاج كبديل أكثر فعالية في عمليات تثبيت الأعراض والسيطرة عليها باستخدام العقاقير. وتمثل هذه التقنية ثورة علاجية جديدة تعتمد على تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ باستخدام تيار كهربائي، ما يعد نقلة نوعية في مجال علاج الأمراض العقلية بالصدمات الكهربائية اللي عرفوا العالم قبل نحو 80 عام. في دراسة تجريبية حديثة على البشر، توصل باحثين بكلية طب جامعة مينيسوتا إلى إمكانية تحسين وظائف العقلية محددة ذات صلة بالتحكم الذاتي والمرونة العقلية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التحفيز الكهربائي الموجه إلى الدماغ. وطبقت التقنية الجديدة على 12 مريض خضعوا لعلاج لجراحة المخ بسبب مرض الصرع ضمن خدوات الدراسة المنشورة في دورية Nature Biomedical، وذلك عبر تثبيت مئات الأقطاب الكهربائية الصغيرة في جميع أنحاء الدماغ لتسجيل نشاطه وتحديد مكان نشوء النوبات، وهو ما يعرف بتحفيز العميق للدماغ Deep Brain Stimulation. وخلال التعاون المشترك بين جامعة مينيسوتا وكلية هارفارد، فإنه أستاذ الطب النفسي المساعد بكلية الطب هارفارد والخبير في تحفيز الكلينيكي للدماغ جرى اكتشاف منطقة بالدماغ تسمى الكبسولة الداخلية internal capsule، وينتج عن تحفيزها بجرعات بسيطة من الطاقة الكهربائية تحسن الوظائف العقلية للمرضى. وتعد هذه المنطقة مسؤولة عن تحكم المعرفي، وهو عملية التحول من نمط أو سلوك فكري إلى آخر، وهو ما يمثل نقطة ضعف في معظم الأمراض العقلية. تطور الفريق البحثي خوارزميات حسابية تتيح تتبع قدرات المرضى عبر سلوكياتهم ما يأتون به من تصرفات عبر رصد نشاط المخ مباشرة، وانعكاس ذلك في عملية التحكم المعرفي لدى المريض بعد تحفيز الدماغ. ويشير البيان المصاحب للدراسة إلى أن بعض المرضى اللي شملتهم الدراسة هذه كانوا يعانيوا من قلق شديد في الجانب الصراع، وعند تعريضهم للتحفيز المخصص لزيادة قدراتهم المعرفية أكدوا تحسن القلق لديهم بصورة جعلتهم أكثر قدرة على تحويل أفكارهم بعيد عن محنتهم والتركيز على ما يريدون. ولذا يرى الباحثون إمكانية استخدام هذه التقنية لعلاج المرضى اللي يعانيوا من قلق الحاد ولا يستجيبون للدواء، كذلك الاكتئاب وبعض الاضطرابات الأخرى. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.